العشرات من أبناء من قيادات وكوادر حركة فتح خلال يومين الماضيين تعرضوا للاستدعاء والاعتقال والاحتجاز في مقر والاحتجاز في مقرات أمن حماس، بعضهم تعرض للضرب بسبب طبعا الهبة الجماهيرية التي خرجت إسناد للرئيس محمود عباس في الأماكن المتفرقة من قطاع غزة. حركة حماس قامت بمثل هذه التصرفات في انتهاك واضح لنسيج العلاقات الوطنية. هذا يتطلب موقفا وطنيا حازما من كافة فصائل العمل الوطني ومنظمات حقوق الإنسان للوقوف على هذه التجاوزات. هناك تضييق واسع ومستمر ومتكرر على مساحة الحريات في قطاع غزة وعلى عمل التنظيم.